نتكلم اليوم والشباب هذوما اكثر من 20 شاب دخلوا في اضراب. منهم منهم جرحى قدموا ايام الثوره وهم جرحى، واليوم ايضا احس ان عليهم ان يقدموا اكثر كي ننال فعلا الكرامه لهذا الشعب، كي ننال العز لهذا الشعب. ندخل اليوم ان شاء الله باعتصام مفتوح، وندخل اليوم ان شاء الله باضراب جوع مفتوح، ولن نتراجع عن قرارنا، بل سيكون تصعيديا حتى يستجيبوا لمطلبنا الاول والوحيد والاساسي، الا وهو ابقاء الاخوه السلفيه في حاله صلاح، والاخوه في مجالس حمايه الثوره في تطاوير في حاله صلاح، والا نهلك جميعا. يفتي بعض العلماء ومنهم الشيخ الخميس الماجي بحرمه اضراب الجوع، نقول له نموت ولن نضل، نموت ولن يهينونا. من اجل ذلك يا اما العزه لكافه الشباب والشعب التونسي، او هالتمييز هدايا لن نقبله، بل نقبل بالموت ولا بالتمييز. ثوره كرامه، ثوره عزه، نريدها ان تكون مجسده. نريد من هذه الحكومه ورساله اليها، الى متى والشعب يطالبك بالمحاسبه؟ الى اليوم لم يحاسب احد، بل اطلاق سراح المجرمين. الى اليوم كمال طيب له النفوذ، الى اليوم بدا استدعاء الرموز الفاسده، الرموز بتاع نظام بن علي في الاعلام، ونحن الاعلام يستغل المنصب بتاعه لضرب التيار السلفي، لضرب الاسلاميين، لقمعهم، لتشويههم، لاستدراجهم في عمليات كي ينكل بهم. تونس اللي خرجت على شعرها، وتونس اللي قدمنا الله على شعرها، تونس هذيا باش يزيد يضحى الشباب هذوما الكل، باش يزيد يضحى كانه تضحى وكانه تونس. مازالت ناقصة دم، مازالت ناقصة ضحايا. بعد نصوص الاخوة اللي توفوا في السجون، وبعد نصوص الاخوة اللي ماتوا في دوار هيشر، وبعد الاربعة اللي ماتوا في السفارة الامريكية، وبعد الاخ اللي مات نصوصها في احداث العبدالية، اعتقد ان المواطن التونسي لم يعد له القيمة كما القيمة للطيارات الأخرى، الطيارات الأخرى التي أحرقت.